إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل. ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله، فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن، ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك، ففعل، فالثاني وكيل الوكيل. والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله، وإن قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق في الأصح. قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله، وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره، ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح، والله أعلم. بيان هذا أخواتي الكريمات الموكل فيه ينقسم إلى قسمين: قسم يطيقه الوكيل ويستطيعه، بمعنى أنه يقدر أن يقوم به على تمام وكمال، وقسم آخر لا يطيقه ولا يستطيعه منفردا، فقد لا يستطيع أن يفعل منه شيئا، وقد يستطيع أن يفعل شيئا لكنه يعجز عن أن يأتي به كله. فأما ما لا يمكنه التفرد بعمله كرجل وكل في نقل حمولة أو في عمارة ضيعة أو إنشاء بناء كبير، فعندئذ يجوز أن يوكل فيه من يعمل معه ما لم ينه عن ذلك صراحة من قبل من؟
من قبل الموكل أحسنت. فإذا كان الأمر على نحو ما ذكرنا يكون الثاني والأول وكيلين للموكل، لا ينعزل الثاني بعزل الأول. بمعنى لو افترضنا أن الموكل قد عزل الأول لا ينعزل الثاني بانعزاله. وهكذا لو وكل فيما يمكن الواحد أن ينفرد به، وهو إيه؟ القسم الأول. يعني إذا كان الوكيل يستطيع أن يأتي بالموكل فيه لوحده، إلا أن الوكيل لا يحسن عمله ولا يعرف صنعه، كرجل وكل في نساجة ثوب وهو لا يحسن النسج، أو في صياغة حلي وهو لا يحسن ذلك، فيجوز له أن يوكل ويستنيب في عمله، يعني أن يجعل وكيله نائبا عنه في العمل. وهكذا لو وكل فيما لم تجري عادته بفعله، وإن كان يحسنه، وبيان هذا أحيانا يكون الوكيل صاحب مكانة اجتماعية أو رتبة اجتماعية تمنعه من جهة العرف أن يمتثل أو أن يقوم بما وكل به، كما لو وكل في النداء على السلعة أو على الثوب، فإنه يحسن ذلك ويطيقه، لكن رتبته الاجتماعية تمنعه من جهة العرف أن يصير إلى هذا العمل المهين بدرجة ما. كما لو افترضنا الوكيل يعني موظفا، يعني مثلا مدرسا، معلما مثلا، أو ناظر مدرسة، ثم أحيل على التقاعد وأراد أن يعمل، فوكل بإيه؟ بالنداء على ثوب كما يعمل الدلال عندنا، فهذه هل تليق بمعلم أو ناظر مدرسة أو طبيب متقاعد أو مهندس لا يجد لشخصه عملا؟ ولم تجري عادته بالنداء، أو وكل في غسل متاع ولم تجري عادته بالغسل، فيجوز له اعتبارا بالعرف أن يوكل فيما وكل من جرت عادته به. يعني يجوز أن يوكل آخر جرت عادته أن يكون دلالا أو أن يغسل الثياب أو أن يحملها من مكان إلى مكان. وإن كان ما وكل فيه يمكنه التفرد بعمله، هذه صورة ثالثة، وإن كان ما وكل فيه يمكنه التفرد بعمله
وعادته جارية بعمله، كرجل وكل في الخصومة وهو من أهلها، أو وكل في عقد البيع وهو ممن يصح منه العقد، أو وكل في اقتضاء دين أو مقاسمة خليط وهو من أهل القسمة وأصحاب الاقتضاء، فلا يخلو حال الموكل معه من ثلاثة أحوال: أحدها أن ينهاه في عقد وكالته عن توكيل غيره، فإذا نهى الموكل الوكيل أن يوكل غيره في أمر هو يطيقه وجرت به عادته، هل يجوز أن يعاند؟ أجبنني، هل يجوز أن يعاند؟ لا يجوز، وعليه فلا يصح منه التوكيل ما دام أن الموكل لم يأذن له. الحال الثانية أن يأذن له في عقد وكالته في توكيل غيره واستنابته، وهذا يتردد بين صورتين: إحداهما أن ينصبه على توكيل رجل بعينه، فهل يجوز للوكيل أن يتجاوز ذلك؟ يعني إذا عين الموكل لوكيله شخصا بعينه وقال: إذا رغبت بالتوكيل فوكل هذا ولا توكل غيره، فهل يجوز أن يتجاوز هذا؟ لا يجوز. والثاني ألا ينصبه على توكيل رجل بعينه ويقول: قد جعلت إليك الخيار فوكل من رأيت، فعلى الوكيل إذا أراد أن يختار ثقة أمينا كافيا فيما يوكل فيه، ولا يجوز أن يوكل خائنا فاسقا. وإذا وكل ثقة أمينا ثم طرأ عليه الفسق والخيانة، فهل يجب على الوكيل عزل وكيله الخائن؟ الجواب: نعم، يجب عليه عزله. بعدها: إذا تقرر أن للوكيل أن يوكل، إذا أذن له الموكل فلا يخلو حال الموكل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يأذن له أن يكون توكيله عن الموكل، يعني يقول الموكل لوكيله: أذنت لك أن تكون نائبا عني في توكيل غيرك. الثانية أن يأذن له أن يكون توكيله عن الوكيل، يعني أذنت لك أن توكل عن شخصك، عن نفسك. والثالث أن يكون إذنه في التوكيل مطلقا. طيب، صورة أخيرة في هذا الشأن: إذا صرح الموكل لوكيله، إذا صرح الموكل لوكيله، إذا عرض إذا صرح الموكل لوكيله بالتوكيل
يعني قال له: أذنت لك أن توكل غيرك. وجعلت إليك أن تعمل برأيك أو ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز. والحاصل أنه وكله وكالة مطلقة، أو أذن له إذنا مطلقا، إما أن يعمل بنفسه أو يوكل غيره. وإذا أراد أن يوكل غيره له أن يختار من يشاء شريطة أن يكون الذي يختاره ثقة أمينا. فهل يجوز هذا؟ هناك وجهان عند الشافعية، أحدهما الجواز، يجوز اعتبارا بعموم التفويض، والثاني لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، لأن ظاهر التفويض ينصرف إلى فعله لا إلى فعل غيره. وقال النووي رحمه الله: فصل. قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين، وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض. مرة أخرى، قال أي الموكل لوكيله: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين، وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض. بيان هذا أخواتي الكريمات، إذا قال الموكل لوكيله: بع لشخص معين، لزم هذا الوكيل، ولا يجوز أن يبيع لغيره. اتفاقا عند الشافعية وكذا إذا قال له: بع في زمن معين، أو وكلتك ببيع هذه البضائع من التمور والأغذية في شهر رمضان، لزمه ذلك، ولو قال له: وكلتك أن تبيع بضائعي هذه، في المكان الفلاني، فينظر
فإن كان تحديد المكان له وجه وغرضه من التحديد صحيح، كما لو كان المكان سوقا أو مجمعا سكنيا فيه خلق كثير، وكان مظنة أن تروج البضاعة والتجارة فيه، وجب على الوكيل الالتزام والوفاء. وإذا لم يكن في تحديد المكان غرض ولم يكن في مصلحة التجارة ونمائها، فلا يلزم الوكيل الوفاء بذلك. جاء في الحاوي الكبير ومغني المحتاج: إن قال بعه في سوق كذا أو في مكان كذا ولم يصرح بالنهي عما سواه، ففي لزوم اشتراطه وجهان: أحدهما أنه شرط لازم لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غيره، والوجه الثاني أنه شرط غير لازم لفساد الغرض المقصود به. أما إذا أذن الموكل لوكيله ببيعه في مكان بعينه فعلى ما ذكرنا، إذا كان للتحديد غرض فالشرط لازم، فإن تجاوز الوكيل بطل البيع، وإذا سلم المبيع فهو ضامن له. وإذا لم يكن تحديد المكان لغرض فلا يلزم، لأنه مناهض لمصلحة التجارة كما أسلفنا. قال النووي رحمه الله: وإن قال بع بمئة لم يبع بأقل، وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي.
وبيانه إن قال الموكل لوكيله باع هذه السلعة بمئة دينار لم يجز له أن يبيعها بأقل ولو كان الأقل يسيرا، ولا بغير الثمن أو بغير جنس الثمن الذي حدده وهو الدينار، لأنه مخالف للإذن، الصورة الثانية لو أنه قال بع هذه السلعة بمئة فباعها بأكثر من ذلك ولم يصرح له الموكل بالنهي عن البيع بزيادة، صح البيع لحديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال اشتري به أضحية، فأتى السوق فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فاغتبط النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح فيه. من فوائد الحديث صحة تصرف الوكيل بالأغبط للتجارة، ما لم ينهه الموكل عن ذلك، ولو قال الموكل لوكيله بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح، قالوا لأن المأتي به ليس مأمورا به، فضلا عن أنه غرر في حق من يشتري، إذ الفرق بين الدراهم والدنانير كبير، ولو قال لا تبع أو لا تشتري بأكثر من مئة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل
وهو 100 أو دونها لا أكثر منها جاز ذلك لإتيانه بما أمر به. وقال النووي رحمه الله: ولو قال اشتري بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى الوكيل به شاتين بالصفة فإن لم تساوي واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل. بيان، تفضل يا بنتي. بيانه: لو قال الموكل لوكيله اشتري بهذا الدينار شاة سمينة شامية فاشترى الوكيل بالدينار شاتين بالصفة المشروطة فينظر، فإن لم تساوي واحدة منهما دينارا لم يصح الشراء، لم يصح الشراء للموكل ويصح للوكيل، يعني يقع العقد لحساب الوكيل لا لحساب الموكل بسبب المخالفة. أما إذا ساوت كل شاة دينارا صح وكان البيع لحساب الموكل، وكذا إذا ساوت كل شاة دينارا وزيادة صح ذلك وكان العقد للموكل بدليل حديث عروة رضي الله عنه، ولحصول الغرض من الوكالة على تمام وكمال. نعم، الآن لو قال الموكل لوكيله: خذ هذا الدينار واشتري به شاة شامية سمينة، فأتى السوق وكان صاحب خبرة فاستطاع أن يشتري بالدينار شاتين، فإذا كان كل واحدة منهما أقل من الدينار، أقل من الدينار، يعني لو أردنا أن نبيع إحداهما أيا كانت فلا تساوي دينارا كان العقد لإيه؟
على اسم الوكيل لا على ايه؟ لا على الموكل. يعني لم يكن ذلك للوكيل الموكل بل لوكيله، وسبب ذلك المخالفة. واضح الأمر؟ لكن إذا كانت كل شاة تساوي دينارا فيقع العقد لصالح الموكل، فضلا عن أن تساوي كل شاة أكثر من دينار، فهذه غبطة. ودليل الجواز في الصورة الثانية والثالثة حديث عروة البارقي رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: ولو أمره بالشراء بمعين، لو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل، وكذا عكسه في الأصح. بيانه: لو أمر الموكل وكيله بالشراء بعين ماله، أعطاه مثلا 100 درهم وقال اشتري بها، فراح فاشترى سلعة بأجل في الذمة، بأجل في الذمة، لم يقع البيع للموكل لمخالفة الوكيل ما وكل به. وكذا العكس، لو أن الموكل قال لوكيله اشتري سلعة بثمن مؤجل في الذمة فخالف فاشتراها بثمن حال، لم يقع الشراء للموكل في الأصح للمخالفة. والثاني يقع له لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيئا. صورة جديدة: ولو دفع إليه شيئا من المال وقال اشتري به كذا، يعني اشتري به شاة، ولم يقيده بثمن مؤجل أو ثمن معين حال، تخير الوكيل بين الشراء بعين الثمن أو بثمن مؤجل في الذمة. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا.